الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدك يوم لما بقول ايه بارك الله فيك. بارك الله فيكم. هاواكم ما قلعيه ان شاء الله. اي بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمل البجوكتان وأي وذا السلام دوك مل البجوكتان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لكم ذنوبكم دون ذنب جن وذا ضعفه أمركن إنه إله إيه فضايو إله أنا قد يدتك أو خيرك كل ما إله يقولك أنو كل من الجنة الله أنو كل من ولا لسا أختي هنا حصص أتوا بشهر رمضان بشهر رمضان وبالبركة إيسن وبالسنة كهل مرنوت ماضو أحكام آدو تربضن أي لا ذهي وحيل ذا وحيال آداب إلا ذهي سنن اي لا ده هي لبا هي قفك انو سمي واجبات قفك لا يبا هي هي وحياله وحاجر بنان وحياله وحاجر او مكروهات وحياله وحاجر صوم كبرنا برك ان شاء الله تعالى وحان ربي ما انت فضا ايش بش الصوم وحير ان كتبت ان شاء الله تعالى كدبنا وح اداب تقارك وضع كحط ان شاء الله. والله ليس اكتهن الله سبحانه وتعالى كتاب في سحور يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى أيضا وحول دتك وحول حد لا وضتك إلهي رمي مؤمنين تأنجا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بشهر رمضان صوم كذا واجب يا إذن لقدي كما كتب على الذين من قبلكم دتك إذن كهر سيد واجب لقدي وكل آية إذن كان واجب إذن لقدي لعلكم تتقون ماشي مرك وح كجر هدف كجر وحيت هاي تقوى إن تقوى الله جهله لعلكم تتقون تاسو معنى هذا مرك هدف كأقوي إنه بشر رمضان الله جهله وحيت هاي إن تقوى الله جهله. الله سبحانه وتعالى كدي بحون نوش يجي إنه نوير أيام معدودات وحبها يسدي بينا ومال ما جابن وأيام معدودات ومال ما آد وجابنه قف والبص ما ينكر أنت هذا بنا علماء وحيلين وسبرسين وقف كلا سبرسينا أيضا مرك هذا كهر عمرين أم كسوق هذه الله سبحانه وتعالى وحول نوشة أيضا إنه صون نجوا واجبي مرك وحول نقول يا سيدي ذاتك إيدين كهر إيدك وقومه الرئيسان وذاتك إيدين كهر إن واجب وأجدك إيه وحبها كوالوالنا وسبرسين نلوس سبرسين أيوة هدفك نلوس لا نلوس فرض يا ربي شهر رمضان وحواي إن تقوى كهرنا أي نلوس فرض يا ربي هذا أنت دم إله سبحانه وتعالى وحول وأياما معدودات لايف كاغدان ما هو مال ما غابن والله مال ما غابن اني تو حا كو دري ما رمضان حد كو سو مرتي رمضان ما انت مركو بالله ودا خلاص وحواي بري دول الله وعيد يا اركيسا قفك عقلي بدن مرك واقفك كفا ايديست بشان كفا ايديستو اي عقلي بدن بش رمضان رسول صلى الله عليه وسلم سد حديث ايو كو شيغي او فضل اسكو ودا معنى مد والبعمل عمل جوني لا سمينا حديثك رسول الله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم قفك صوم بشهر رمضان أسيقور رميسا باهذا إيو حنوكنا احتسابا إليه تسكر جينا غفر له ما تقدم من ذنبي انت صار داف ذنبي جيسا والو دافع حديثك لو أبو هريرة أسنى ولي صحيحين كجر أسنى من قام رمضان قفك قيام الليل وإستاقه تراويح محو إستاقه غفر له ما تقدم من ذنبه أي سنة وسيدوك الوالو دافع حديث كسد حد رسول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر قفكي استاغي ليلة القدر إلهي وافجي غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي جي سلم والله دافع ولا لا بش الصوم كصومتان كذا وحو كم بدي من أركان الإسلام واي رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مركي لويدي بني الإسلام على خمس عبد الله بن عمر حديث صحيح وجري رسول صلى الله عليه وسلم وحول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وصوم رمضان بشهر رمضان مركي إن الصوم وحي كم تهي ركن من أركان الإسلام وقف والبو مسلم واجب كتهي إنو صوم واجب كتهي إنو صوم. طيب فائدوين كالله هلا وصوش شيئنا بش الصوم إني واجب تهي سؤال ما كجر إجماع وعلوم مثلا إجماع كتهي بل إمام ابن حزم محوري المعروف من الدين بالضروري سوق شويري إنه بش الصوم واجب يا هاي وحاي سوق الشيء المعروف من الدين حتى عرور تتقان إنه واجب يا هاي وحلقة هذا المال بش رمضان صوم كذا ولا الوحول لي يا هاي لبركني مهم ولي يا لبركني هذا مت كمد وكتر قفك يسون كيس وحكة جيم وكجيم لبلا سركني وحاول النية قفك إنه نية استلوب بهاي
intadan suumin inaad niyiisatid ayaa loo baahan yahay. Goormaa la niyiistaa? Salaada subax ka hor inaad niyiisatid. Waa culimmadu waxay dhahaan bisha dhan hal niyima kugu filan. Su-aalooyinka meesha la keena waxa bisha dhan hal niyima kugu filan, mise maalin walba inaad u niyiisatid. Waa mise maalin walba inaad u niyiisatid. Niyada haddaan si u dhigno, niyada waa inaad nawaytu sawm muqaddan aad tiraahid oo kale maaha. Niyada waxaa waa hadda markaa caawa sood afurtid oo kale maxaa niyiisanaysa biri inaad suuntid. Niyadaada oredi waa haysataa, niyadaada waa haysataa. Marka niyadaas qofka niyiisanin waa sii soomaali dhahdo, soomaali hadalaad waxaa jirta ay dhahda diinta ay kasoo qaad soon bilaa ajran soomanah oo kale ninkii dhihi jiray soonkaas oo kale. Marka waa baahan, baahi unbaa kugu dishima haddaadan niyiisanin soonkaaga waxba kama jiro. Rukniga labaadna waxaa waaye alimsaak, inaa afkaaga ka qabatid iyo kor wax kastoo lagaa xaaraantimeeyey, afka iyo xubin tareenkaba intaas waa la xaaraantimeeyey. Marka inaa wax kastoo lagaa xaaraantimeeyeyn tamsik inaa iska qabatid ayaa loo baahan yahay, asiga loo baahan yahay. Soonka yuu waajib ku yahay walaalayaal, soonka yuu waajib ku yahay. Waa muhim inaan ogaano waaye wuxuu ku yahay. Qof kastoo muslim ah soonka waajibuu ku yahay. Caaqil ah, wax fahamsan oon waalnayn oo caaqil ah waajibuu ku yahay. Albaaliq, qofka inuu qaangaar yahay. Qaangaarka 15 sano ma ahan, ama sidii hadda wadamadan soo galay 18 sano laga dhigay ma ahan. Qofka waa laga yaabaa haddii uu ka hor qaangaari waayo 15 ku qaangaari waayo 15 ku qaangaara, laakiin ka hor ma qaangaari karaa? Haa, wuu qaangaari karaa. 10 sano ku qaangaari karaa, 9 sano ku qaangaari karaa, 11 sano, 13 sano ku qaangaari karaa, bilow male. Laakiin waqtiga ugu dambeeya 15 sano hadduu gaaro waa qaangaar qofkaas. Ka hor ma qaangaari karaa? Haddii calaamadihii ku qaangaara laga helo waa qaangaar qofkaas. Qofka inuu saxiix caafimaad qabo ayaa loo baahan yahay. Qof xanuunsan soon waajib kuma ahan, soon waajib kuma qof xanuunsan. Hadhow muxuu gadaal ka sameynaya axkaam kale? Waa iyo tan shanaad waxaa waa almuqiim, qof degan. Shantaas ayay soonka waajib ku tahay. Qof muslim ah, waa qof caqli leh, waa qof qaangaar ah, waa qof caafimaad qabo, iyo qof degan. Waxay taas macnaheeda tahay qofka gaalka ah hadduu soomo lagumala, macnaheeda hadduu soomo ajirka ma helayo lagumala ilaa uu kasoo islaamo. Qofka waalana wax lagu malaha, caruurta yaryarka wax lagu malaha, laakiin in la baro way fiican tahay. Saxaabada ridwaanullahi calayhim caruurtooda waxay ku boorin jireen inay soomaan, markay baahi qabatan way ciyaarsiin jireen, waxyaalay ku mashquulin jireen. Sababtu waxaa qofka inuu soonka hadda barto ayaa fiican, laan haddaa usii deys ilaa uu ka qaangaaro uusan weligii soomin, markuu qaangaaro soonka dhibay ku noqonaysaa. Marka caruurta yaryarka in lagu booriyo qasaba maalinta inay soomaan, maanta oo kale 3 saac soomaan, isbuuc soo socda 10 saac soomaan, tartiib tartiibkaas oo kale ha lagu wado, ha lagu booriyo. Soonka caafimaad waaye ilmaha qofka inuu soomo, in caruurta lagu tashjiicayo. Qofka musaafirka ah waajib kuma ahan soominaa fiican. Taas su-aal kale meesha taalla waayo u tagi doona. Laakiin qofka musaafir markuu yahay uu safar ku jiro soon waajib kuma aha, soon waajib kuma ahan. Tayib, gabadha oo dhiigga xaydka u jooga soon waajib kuma yahay? Maya, kuma ahan. Nifaaska markay tahay oo gabadha markuu dhiig dhalmeedka u jooga iyadana waajib kuma ahan. Yow kale soonka waajib kuma. Sheikhil kabiir, qofka markuu weynaado oo 70 ama gaaro uusan soomi karin, bikaas cumrigaas weyn uusan ku soomi karin, soonka waajib kuma ahan. Gabadha uurka leh haddaysan soomi karin waajib buu ku yahay? Maya, kuma ahan. Gabadha nuujinayso haddaysan soomi karin soonka waajib muu ku yahay? Maya, kuma ahan. Laakiin gadaala axkaam kale, qaar oo waxaa laga baahan fidyay bixinayan, qaarna way gudayeen, qaarna way gudayeen. Laakiin intaas aan soo sheegnay soonka waajib kuma ahan, soonka waajib kuma ahan. Su-aalooyin oo waxaan rabaa qof walba meeshaan ku jiro inuu ku qorto, hadhow asiga kasoo jawaabo su-aalo markii wax lagu keena muhim oo qofku uu fahma. Waxaan rabnaa inaan dhahno kalo af soomaaliyan ku sheegnay, yaa u banaa, yaa loo baneeyey inuu afuro, laakiin gadaal inuu fidye ka bixiyo. Qof waxaa, dad waxaa jira, tiim 3 dadku qaybina qolo waxaa jirto, inuu soomo inuu afuro way u banaan tahay, inuu afuro way banaan tahay. Laakiin hadhow waxaa laga baahan yahay inuu cunto bixiyo, waa qolada koobaad. Afura u banaan bil ramadaan qof walba waajib ku dhahan dhahnay, laakiin qolo waxaa jirto inuu afura u banaan, gadaalne inuu soomo uma banaano, inuu soomo waajib ka inuu wax bixiyaa laga rabaa. Qolada labaad waxaa waaye inuu soom, inuu afur ayaa u banaan, laakiin inuu afur ayaa u banaan laakiin gadaal inuu ka gudo waajibay ku tahay, waa qolo kale. Qolada koobaad, labadan qolo koobaad iyo labaadba waa isku mid, waa u banaanta inuu afur, laakiin qolada koobaad waxaa u banaan inay fidye bixiyaan, laakiin qolada labaad
waxaa waajib ku inay gadaal ka qalleeyaan ayaa waajib ah. Qolo kalena waxaa waajib ku inay afuraan bil Ramadaan, waajib waxaa ku ah inay afuraan hadday soomaan dembiyay gelaayeen. Waa saddex qolo markaas. Qolada koowaad haddaan dhahna yay yihiin waa su-aasha saddexdaa su-aal waxaan rajeynaa qof walba maskaxdiisa inuu kasii shaqeeyo gadaalaan ka jawaabi doona saddexdaa su-aal insha allah tacaala. Walaalayaal, waxyaalaha soonka jibiyo labaan u kala qaybinaynaa, labaa loo kala qaybinaa. Wax kastoo soonka jibiyo waxaa leenaa waa laba qaybood. Qayb waxaa waaye waa gudaysaa, kafaarana waajibay kugu tahay, guditaan iyo ciqaab kalaa lagu saara oo ah kafaara inaad bixisid. Waa gudaysaa, wax ka badanna waa lagaa rabaa. Maybe lixdan maalmood kale inaad suuntid, maybe lixdan qof inaad cunto siisid, waxyaalo kale, kafaara kale, cuquubo kalaa lagugu dara. Qaarna waxaa waaye waa wuu kaa burinaa, laakiin maalintaas unbaa gudaysaa, maalintaas unbaa gudaysaa. Qaybta koowaad oo ciqaabta badan ayaan ku bilaabaynaa waxaa waa aljimaac. Bisha Ramadaan ninka hadduu xaaskiisa u tago, hadduu u tago soonka maalintaasna wuu bura, dembina wuu galay, kafaarana waa laga rabaa, kafaarana waa laga rabaa. Waa dembi aada u culus waay, waa dembi aada u culus waay, kafaaradiisana ay aada u adag tahay, ay aada u adag tahay. Lixdan qof inuu cunto siiyo waa, hadduusan siin karin lixdan maalmood laba bil isku xigta inuu soomaa, waa hal maalin uu afuray, halkii maalin waa laga rabaa inuu gudo. Marka jimaa qofka ninka iyo xaaskiisa bisha Ramadaan inay kala fogaadaan ayaa loo baahan yahay. Jimaaca waxyaalo kale misdhunkan karaan, ma samayn karaan, taas waa mabnaanta, taas waa kiis kale. Laakiin tan xaraamka ah waxaa waaye qofka xaaskiisa jimaac ma samayn karo, hadduu sameeyana dembina wuu galay, kow maalintaasna wuu guda, labo kafaaran waa laga rabaa. Lix arrin kale ayaa, sideed arrin kale ayaa jirta, ama todoba arrin kale oo burinayso laakiin maalintaas keliya kafaara ka dhigayso. Tan koowaad waxaa qofka hadduu kas u cuno bisha Ramadaan ama kas uu cabo maalintaasna way ka burti, dembina wuu galay, qallan waa laga rabaa maalintaas. Tan labaad alqay u camdan, qofka hadduu kas isu matajiyo, hadduu qofka soo cadaysanaya wax ka yimaadaan, ama habeenkii cunto iska badiyey oo markii subax waaga markuu wuu ishayn isagoo soo ma wuu mantagay, haddaadan adiga isku qasban inaadan mantagin soonkaaga waa okay waay. Laakiin haddaad kas isu mantajiso camdan ayaa ku jirto, qofku cunto wuu socday, wuu hilmaamay, wuxuu cunay, soonkiisa waa okay waa. Asoo hilmaamin biyo cabay markuu u xasuustay, laakiin inuu qabto iska tufo wax afka ku jiran waa. Waxaa jirta Soomaalida oo maahmaah iska ataala meeshan, odayaasha qaarkood aan ku arkay waxay ku leen hadduu qof biyo cabay aragta asigoo soomana u sheegan qalad waa, waa u sheegaysa, waa loo sheega. Waxaa le waa soomantae joojiya la leeyahay, qaar wuxuu ku ilaahay sii ka jooji may, waa loo sheega. Qof sooman haddaad aragtid waa u sheegaysa, waxaa leedahay waa soomanta iska jooji, wax biyo hadduu cabay iska joojiya leedahay. Marka qofka haddii kas uu cabane soonkiisa bura, laakiin hadduu kas aysan ka ahayn, aysan kasay ka ahayn, soonkiisa ma buraayo. Cunitaanka iyo cabitaanka iyo mataga saddexdaas waxaa waaye waa way buriyaan haddii kas loo sameeyo waa. Gabdhaha laba arrin khaas ku ahaa jirto. Gabadha iyadoo qoraxda hal daqiiqa ka dhimanta dhicitaankeeda, hadduu dhiigi ka yimaada, dhiigga caadada ka yimaada, soonkeeda waa bura, maalintaas way gudaysaa. Gabadha maal iyadoo sooman haddii dhashana soonkeeda wuu bura, dhiigga nifaaska duu ka yimaado. Dhalitaama waxyaala xataa waxaa jira sometimes gabad intaysa dhalin saacada ka hor waxaa dhiig ka yimaado, dhiigga nifaaska haduu yahay, dhiigga dhalmeedka yahay, asigana wuu ka bura. Labadaasna waxay ku saabsan tahay gabadha, ayay ku saabsan tahay. Qofka hadduu mani iska keeno shahwada, mani iska keeno oo ama xalaal ha isaga keeno ama xaraam isaga keeno, hadduu iska keeno waxaa waa sina soonkiisa wuu bura, soonkiisa wuu ka bura. Qofka haddii uu niyeysto casman uu go-aan ku qaato inuu afura xataa hadduusan cun waa afura. Matalan example aan idin siinaa, qofka hadduu yiraahdo waa afura, waa baxa, waa afura, wuxuu go-aansa inuu baxo cuntaa talaajada ugu jirtay, go-aan wuxuu ku gaaray inuu afuro, wuu tegay talaajada, wuxuu u tegay waxaad cuntada inuu kasoo baxsado uu ku afuro, talaajadii ufuro cuntadii waa laga qaatay ama way ka urtay ama qof kalaa ka cunay, cuntaba kuma jirto meesha. Qofka soonkiisa maxaa ku dhaca? Wuu ka buray, because niye wuxuu caqdi alcazam, waxaa waaye caqada alcazm. Qofkaas wuu niyeystay, wuuna go-aansaday, ma furaa mise ma furaay, taas waxaa waaye laba. Laakiin qofkan wuxuu go-aansaday inuu furo, talaajada u tagayso cunta aga soo baxa, cuntadii waaye, ma dhihi karaa waa sii wadana, ma dhihi karaa, soonkiisa waa ka buray, mana cuni karo cuntana, ma cuni karo, soonkiina waa ka buray, soonkiina waa ka buray. Marka intaas arrin aan soo sheegayna waxay tahay waxyaalaha soonka burinaayo ayay ka mid tahay, ayay ka mid tahay.
مادام علمي اهان ويهي وحان ربي آداب الصوم انا كدرا يما حا اوبنا قفك صوما انو صمي لبدا سان كدرا ان شاء الله تعالى آداب تقفك صوما لا جب هي انو الى الاداب محا وحيالها وناكسن اولو بها هي قفك صوما انو الى لي وارمان سو صعدو ارمان سو صعدو وا كو السحور قفك انو سحور سنه واي دك بدي وحي اني سحورنا لا جاب امي كدانو كلا انت معوني هبيك مركا سو كو ام رسول صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فان في السحور بركه سحورته وحي لا دهي بركه لا دهي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وحا اوغو فيعن ويل عادة وقتيغا اوغو دنباية ان لصحورتا اوغو فيعن اوغو دنباية ان لصحورتا فيعن حتى هادا انت عوني كريم بيا عب عانا عب تمر افكا قشو اضو سنة دا نبيغا صلى الله عليه وسلم كدين يسيد مالن تاسنا إله سبحانه وتعالى اوكو بركينا مالن تاس ومن اوكو بركينا مركا قفكا آداب تسوم وحا كمد اه انو صحورتو ايا كمد اه كو تاس مهم وقفكستو انو الالي هاكو تلقلو لباتن إسغال كان معلومات أما صدق كان معلومات صوص على قف والبا إنه سحورته حكوا تلاجلو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فرق النور ده حيصون كنا إيصون كي هر أهل الكتاب كيهودي كريستيان كوحوا سحورته واع أي جميز سحور جل لك أن الدين تي أنا وحينا أمرتي إن سحورنا واجب مية مية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قف كي سنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم هالسماء وقت جو أودن بينا قف كه سحورته آداب تلابات قفك مسلم كصوم لاجب باهن يا وحيته هاي إنه أفر كددجيو هدي لا أدي مهاري كأفر هدي لا أدي مهاري كأفر دتك قارك وذا مركي لا أدي ما كذب أيوح وصمينا وحو كل يا هاي وحار ربع إنان طبعا دقيقة وسيدي وسواس الشياطين على ده تاس قفك أرنت أسوا وسواس شيطانك وكوك هنا بحو كل ميا ووحن وحي قال صوص ميس أم وح بنان ساعدة لسه مي واي مؤجي إني دعه إنك لا سؤال قف كاس الويدين وغر صلاة إيسون كي يا مهم سر صلاة أوك مهم سر وصلاة ركني يكون بعد مركي الإسلام كذي بشارك صلاة يا كتك مغرب وسوت كذا قف كاس منه ربي نو أفورة مغرب جور ماله تو مركي قرحة ده على لا كذا إذا قالها ودين مر به هذه قرحة ورقدها مساجد كي إيسوا سمي مساجد إيسوا سمي إيسوا قاعدة مركي لجار هذي ولحظة يكونت يكون دقيقة لحظة يكونت إلى بعد دقيقة هكذي جن كونت يكون واسكو أفورة بكم قفك مركا ها إلاليو سحور أفر كان إنو ددجي سحور تانا قدالها أصوار ديغو أفر كان ها ددجيو تنسى الدحادو آتك أو قيمها بدل لو باهاي قفل بإنو إلالي وحيته الدعاء قفك رسول صلى الله عليه وسلم لبا حديثو كوشي قفك صوما تنكو ودحو إلي قفك صوما وحو ليه دعاء لعلينين يعني معنى هذا وحاو دعاء لغوسي عنين لقا أقبلا يا إيا اللي هذا سقال وتداهي ستيت أو صونك دعاء هذا الأقبلا وح الله لو حارت مهلا تسكت دعويسه وقتك أوقف عن الدعويسنا يعني وحيتها مركي لا أفرع مركي لا أفرن دعاء يا نبي صلى الله عليه وسلم كسبنات الدعاء داس إنه قفك كد دعويسه أي لو بهاي أي لو بهاي تن أفرات أو مهم إذا وحواي إنه فرح كقاض أم إسكدايو وح كستو أو صون كيسة نسقى مني كم ده بنت حنت وقت الأمسك هاست اللي دقي سنايو فيلين كلا فير سنايو وقتي ما لا يعني لوغنا وح كستو او نسقا منا سون كيس اجر كيس كان نسقا منا انو فراك قاضي ايا لو باهي تنشناد ولا الاداب تنشناد قف كستو مسلم لو باهي انو كدداله او سومن وحي تها السواك قفك انو عديستو انا شافعيه انا صومالي هدانا شافعيه انا هي مركا يروح انا لو سوق ابي وحي سوسي كتابك متن شافعي مركا قادنا هي صومك السنة واية إلى لجارة وحوله جرين إلى ظهر كلاجارة ظهر كحي كذا بايو سنة معه لكن وححوق بدن علماء الدلة حوق بدن وحيته هاي صومك هذا إنا عليه سن كرتيد مركزته علماء ذينا وحيله جرين وحوا حديث كي دليش أنا وحوا رسول صلى الله عليه وسلم وحول شير كقفك صوما أفقيس كصو بحايو وحو كعرف بدنيه مسكي وكعرف بدنيه marka waxay dhe maadaam arab oo saas u arf badan afkeen urka kasoo baxay ama shiirka kasoo baxay ma baabi inayno laakiin taas waa macna kaliya laakiin xadiis ku soo aroray in la inaan la soo min ama la joojiyo ma jirto bal ahadiis badi waxayna tusaysa soon cadiga inuu sunnah ya rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al siwaaga wa matharatun lil fam mardatun lil rabb afkana wuu nadiifiyaa allahna wuu raali geliyaa رسول صلى الله عليه وسلم حديث قال وحير لولا ان اشق على امتي هدان امتي اذا كل بلهين وحان امر لا صلاه والبو اما ويس والبابا لا حديث واي اني عديستان امر لا مرك قفك مسلم انو عديستون مرك وسومن يهين ولو باهين شيرك افكا كسو بخا افكا كيمي علوش او باهي ام عنت جلين ايو كسو بخا
تلحات قفكم مسلين كحلو بها آذابت إنو إلى ليلو بها هي وحيت هاي وقعنتي سئنو فرو صدقات إنو بضيو رسول صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان وحو أولي إس رسولك وقع فرنا بشهر رمضان عائشة وحيت لك كانك الريح المرسلة دبيل الله صوت دريئة هانسي وأرديسو وحي قعنت صوت قال النبي صلى الله عليه وسلم وسي بحنجري وسي بحنجري مركة آذابت اللي حاد لو بها هي وحيت هاي قفك إنو كد ذالو إنو قعنتي سبحيو فرو صدقيسو أفضدك أفرسي دد وحاجر أيها هورات وقبل قارك وذا لين كجره كد ذالا يددك إني أفرسيان إلهي خير هالسيو وأرهن أدوى ناك سنواي النبي صلى الله عليه وسلم حوير من أفطر صائما قفك أفرسي قف صوما قفك وحو هلا قفك صوما أجر كيس أيو هلا أسيو قفك صوما أجر كيس وحلق المسقى منين مركا قعنت هذا فر انت سوى من تهيد تنتظبات قرآنك بشهر رمضان وشهر القرآن وبشي قرآنك لأقل سنة وبشي قرآنك لسودجي وبشي قرآنك لو تدبره وبشي قرآنك لحفظه وبشي قرآنك لو علعليه تن أودن بيسو تضوض أسمر كان شيئني كدير تن وحي كو صاحب سنتا تغنك أودن بيه كو صاحب سنتا وسيدي ذات قفك قف والب هكود ذالة تغنك أودن بيه بشي ينو ميل وين سببت أيته تغن كان وحاكو جرتو ليلة القدر أياكو جرتو او اه خير من الف شهر كخير بدن كخير بدن كن بالكخير بدن الله اكبر ليله القدر وحي كو جرتها 10 كو او دنبايه 10 كو دنبايه وحان غوني او شيغوي خوغو ددك قاركود وحا لاغيبا اني ما هبينا قاركودا كراتسدان لان صابت وانا صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كو سو اورو روايه ليله القدر وحي كو جرتها هبين ترس ضافك كو جرتها وكو 20 23 25 27 اما 29 شن تاس ميد كمدي كو جرتا لبي لباتن كافر لباتن كلي حي لباتن كسديد لباتن كيصدن كوم جرتو سيد النبي صلى الله عليه وسلم نو شيء طبعا كو دنبينا كو جرتا طيب طبعا كو دنبي شن تاس هبين كلي ما ود دال ام سو طبعا كدان دال طبعا كدان دال سببتن كو شيغا بشهر رمضان سند ول بعالم الاسلام واسكو خلافان وحاله السعودي انه سند كان صومه مان الجمعه صومه اندونيسيا اما مروكا اما تركيا اما مصر اني صومان مالين تسبتي صومان طيب ما دام هل وحاكو جرت كو الى بات هل ليله القدر هو الا ليله القدر ما هدي سايست ما كو الى باتن كينا او سعودي ان لا صون مي كو جرت مس كو الى باتن تركيا اندونيسيا سوني اي كو جرت لما اوغو هل توان هل هبيني كو جرت اذا طبن كو دنباي قف والبو انو دداله ايا لو باهي النبي صلى الله عليه وسلم طبن كو دنباي محوسن من جير واعتكاف جير كان يعتكف مساجد كيسو إيمان جري حاس كيسا الدونك كل وكسو بحي جري قولو كريت مال وحرن جري مساجد الأحديثة وحو أسو قو إجري طمان كاس مالموت عبادة بس أي أسو قو إجري ما طمان كاس مالموت وقرآن صلاة دعو إي ذكر الله أقرستو أفكا مركز إنو كوكوينة طمان كاس مالموت قفك اعتكافي كرو مساجد إنو يماذا كو اعتكافي كرو حسن مايو حسن اعتكاف خرجنا واعتكافي كرا دمرنا واعتكافي كرا لبضه واعتكافي كرا هدو قفك طبعا كاسمه الاعتكاف يعني هدو نيس انو اعتكاف واعتكاف كشروط هذا وحا كمد انو يما ما انت سنويك وحدا ونكسر حكا ما انت كو الى وقتك عصر كذا انو سو حروض انو سن مساجد ككبحن الا وح امرجنسي اهان ما هنا هدو قف افر اسو قاده واي واسق دونتو وسو نقضو اوكي واي واحد ما لكن قفك انه سنكبحن انه سنكبحن طبعا كاس مال موت مركه ان لو دداله اي لو باهيا ورا لسديدا اذا بقف والبو هادو ميل كو قرتو وكو عمل فلو وكل يبانا وسديد اداب والنبي صلى الله عليه وسلم كسكناتي دينتينا نغو بورسي اوغو هوريا وا كو سوعلينا وا سحورته قف والبهبين والبو انه سحورته وسحورتنا غدال اوديغو أفرك إنو ددجي وصل مرنا قدار أودين مركي لا أدي مهوري كعون مركي لا أدي مهوري كعون تنسى الدحاح دعاء قفك إنو كده ذاله أيا لو بعيا بيشة لأنه وبيش الدعاء اللي إسك أقبل أيوة تن أفرات وحكستو صونك كان نسقى منا أو إبكة يبنتا يحنتا يوحكستو حنو على يقاناي إن فرح الله قاضو تنشنا قفك إنو عذيستو أفكيسة نظيفيو تن لحات إنو قعنتي سفرو صدق هذا بديو تن تضبات قرآنك إنو كد ذالو أيالو باهية تنسي دي ذادن طبانك قدن باية بشهر رمضان إنو كد ذالو سيقوني وإلقوني كفير صدو
وطبعا كاس وحا كجرت ليلة القدر. ليلة القدر فضل جدا ورا لما كوبي كارو وهبين كاس دا حل صلاة إلهي كا أقبله وحي كفض لي بضانته كن بالصلاة دا تكتي حتى $100 بحثتي بقول كاس الله كا أقبله كن $100 بحنيس كخير بضانته هداد دعويستي هبين كاس وهبين كنار تلس كحور يوا هبينكو الله سبحانه وتعالى الدومن كيس كفانا الملائكة لي انظروا إلى عبادي الدومن كيجا فيريا وضحا يوا هذا بقول علي الآداب تاس أن كد ذال بارك الله فيكم وآداب آد وقيمة بضن وعي محا قفك صوما أبنان محا أبنان و إيضاني و ولا له مش كجر مصي وذا مسواد جوجي وقتي مرة ما نمسوك سي وذا اوكي دقفك صومن محا او بنان وحياله وحاجه ان اسك الى لانه او لكن بنان او سدب اهن قفك انو سمي وحياله وحاجه وحياله بنان محاكم دو قفك صومن او سمين كرو او سدب اهن لكن ددك قاركود اسك الى لين امري اني دبته كو وحاوي قفك انو قبيستو انا قبيستي دب ما اهن حرامنا ما اهن صوم كان وحبك اما نسقامنا meel oo meel kulula joogtay banaanka ka soo gashay adiga dhan waa gubanaysay waa adiga dhan oon xuna ku qabto waa kulu shahay waa imaanaysa waa qabaysan kartaa bihas uu ku qaboojina inuusan afkaaga gelin unba iska ilaalinaysa waa ku qabaysan kartaa waa isku qaboojin kartaa waa dabaalan kartaa xataa waa dabaalan kartaa tan labaad uu qofka sameyn karo waxa waaye cirbida qofka dhiig ma laga qaadi karaa ilig ma laga jibin karaa dhiig oo daawo oo fahs ma laga qaadi karaa oo matal hadii oo dhakhtar uu tawakal dhiiga laga qaada waa lagu baaraa la yiraah ma la samayn karaa waa la samayn karaa daawo qofka ma qaadan karaa oo cirbid ma lagu duri karaa tan saddexaad cirbid ma lagu duri karaa oo ma laga duri karaa muruq ma laga duri karaa xididka ma laga duri karaa hadii daawo tahay haa waa la siin karaa daawo waa la siin karaa laakiin faleebada waa tan la diidi laana faleebada waxay istaagaysaa booska cuntada ayay istaagaysaa taas lama ogolo qofka sooman ma luqluqan karaa markuu weysiisanay ma luqluqan karaa haawo luqluqan karaa biyaha inuu afkiisa inuu gudbiyo unbuu iska ilaalina laakiin wuu luqluqan karaa sandaarsi ma samayn karaa inuusan ku xeel dheeraani waa rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu yihi sandaarsiga ku xeel dheeraada oo biyaha sanka geliya ilaa an takuuna saa'iman haddaa soomantid laakiin saan unbaa wuquuq qoyneysaa biyaha gudaha ma gelinay sanka ma gelinaysid waana luqluqan kartaa waana luqluqan kartaa qofka sooman waxaa kaloo u banaan habeenkii markii la gaaro inuu cuntadiisa cabo inuu cuntadiisa cuno biyo cabo raadu xaasilay xaaskiisa uu tago yacni intaas wuu samayn karaa ilaa qoraxda ay ka dhacayso ilaa qoraxda ay ka dhacayso min maqribka ilaa qoraxda ay ka dhacayso waa u banaan tahay labada qofood maalan haddii janaaba ku seexdaan maalan janaabay ku seexdeen salaada subax oo soo baxday ayay soo kaceen mana qabaysanin soonkooda wax ma gaaraa maya wax ma gaaraa subaxi markay soo kacaanay qabaysan karaa xataa hadduu waaga beri way qabaysan karaa hadduu qofka janaaba kuwaa beriistay wuu qabaysana soonkiisana wax ma gaaraa waxaa kaloo ka mida gabadha hadduu dhiiga ka istaago habeenkii intaan salaada la gaarin ka hor waaga beri hadduu dhiiga ka istaago maalan dhahno ka 12 habeenkii oo kale uu dhiig ka istaagay way hilmaamtay inay qabaysato marka way hilmaamtay inay qabaysato way saxuuratay way seexatay waxay soo kacday salaada subaxoo la gaaray oo soo gashay waqtiga soo galay ayay soo gashay maxay samaynaysaa way qabaysanaysaa soonkeedan meeshasiga ayuu aga jira laana qabayska ma aan wax u diidaayo haddii mar uu ka istaagay waa u bannaan tahay inuu sameeyo arrimahaasna way bannaan tahay arrimahaasna way bannaan tahay marka haddaan usoo noqono su-aalihiini koowaad haddaan usoo noqono oo aheyd qolo waxaa jirta u bannaan inay soomaan oo hadhowna fidye gadaal ka bixinaayo qolana waxaa jirto inay soomaana u bannaan laakiin waajib waxaa ku inay gadaal ka gudaan qolana waxaan dhahnay ma u bannaano inay soomaan waa xaraamay ka tahay inay soomaan dadkaasaan rabnay inaan ka hadalnay insha allah tacaala qolada ay u bannaan tahay inay afuraan qolaa jirta ay u bannaan tahay inay afuraan hadhow markuu soonka baxo ama soonka gudihiisa ay fidye bixinayeen waxay tahay waa qofka odayga weyn ama hooye ha noqoto ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo qof markuu weynaado
سديتن جيرو قاري سياشن جيرو قاري لح طلباتن سنو قاري ما سومي كرو عمري ما لهن لكن قفك ما سومي كرو because of age قفك ما سومي كرو because عمري جيسن وسومي كنا وقف وينادي ما سومي كرو قفك اسم حالة جربا وأفرا واجبكم أهل مالي والبنا قف وأفر سينا وحو سمعين كرا مالي والبو قري قف كيس وقف ويري كرا قري سعوري كرا كالي قري كأفر أما صدن مال صدن عنتو يو هالمر سمينا صدن مسكين ويرا وحولي كالي أفرا في ديدي سيدو قبي حين كرا لبضا وأبرنا تا قفك إنو سمعي ووحو قفك وأفرا سنبوسي بركة لي مسينا قفك وحو كأفرا يوسينا وحي عليه الوأفرا والي يقانا في ديدا سيو بحنا قضية شوائي أما دكا ويناد وحا كالو كميدي qofka xanuunka laga makacaanka qabo oo eh wuxuu qabaa qofkan sokor wuu qabaa dhaqtarkan wuxuu yiri ma soomi kartid hadaa soontid waa ma ku banaano qofka sidoo kale wuxuu qaadanaa xukunka odigu qaadanaa waxaa kaloo ka mid qofka dhiig karka qabo oo la yiraahdo ma soomi kartid ama qofkan wuxuu qabaa chronic way wuxuu qabaa jirro oo ka laga makacaan oo dhaqtarka yiri ma soomi kartid nihaayiyan wuliga dambe ma soomi kartid meeshii kaaga agta ma soomi kartid qofkaas xukunkiisa muxuu noqonaa fidiyo bixina فيديو بحنا دينت إسلام كقف كهدوسن أو ذا كميسن قصب إنه صامه و إلى دينتي أنا ودين رحمة واي ودين إلهي سبحانه مركو صون الرهاي لا بعتن ساعد صون الرهاي إلهي صون كي أنا وحمة أترى ما يوحى أم ترى وحمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم حديث كسوقنا هذا وحمة حديث قدسي حدو كين إذن كهرية يكين إذن كدن بي أي أهايين على أتقى قلب رجل واحد قفك أو قلب في عن نبي محمد قلبي سكر أي هذين إلهي بقرتو يدي سو وحبا أو قم زيادة نيسد قفك أو قم مجرم سن هدي وضع نقضان إبليس دي تتكلم وضع نقضان إلهي بقرتو يدي سو وحبا كم نسقى من نيسد إنما هي أعمالكم وأعماشين أحصيها لكم إلهي ونحسابا فمن وجد خيرا فليحمد الله قفك خيرها الحمد لله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه قفك دبها لنا نفتي سؤونها ايضا مرك صون كان الله سبحانه وتعالى مرك صوما اللي هي وتقوى ان لقاها بل عافي ماذا كجرو حدا في رسان بخاطر المسلمين توحي كقران صونك والله ويابس عافي ماذا جسم قلوشة وباهم بقى سمتامس اني بريك قادت وعنتدك قادت يبقى وباهم تهيب وباهم تهيب markii la soomo waxaa loo baahan yahay qofka sunnada si ay hadan ku soomo laakin dadka qaarkood waxa arkay soonka inuu ku soo cay inuu ku soo cayleeybo meesha soonka lagu tala galay inuu ku soo naftiisa ku soo jilciyo naftiisa ku soo taadiibiyo waxa laga asigoo asooba soo cayilay inuu ka soo bax sababta ay tahay waxa cuntada wuxuu cunaa si ziyada uu cunaa cunta ramadaanka waxa lagu tala galay naftada inay edbisida lagu tala galay taas oo macnaheeda marka qolada oo fidyada oo soonka aan gudeynin u barnaanta inay afuraan waa odayaasha oo suumi kana bikaas cuntadooda waxaa kaloo ka mid dadka jirada oo laga makacaanka qaba oo jiro weligiis oo qabaa dadkaas ayagana sidoo kale waa furaayiin fidyi bixinaya fidyadana waa isku wada dari karaan oo hal maray wada bixin karaan ama maalin walba qofi afursiin karaan qolada u bannaan tahay inay afuraan لكن واجب أي كنت هي جذال إني كجذان وحواي قف كحنوسا لكن حنوك وكسو كعاي قف كان وحو قباي هرج باكو دعاي قف كان وحاكو دعاي ماذا حنون أكو دعاي قف كان حنون وحاكو دعاي ولسو مكرين لكن وكسو كعاي قف كاس وأبنا أنت ما لنتو الحنوسين إنه أفر لكن جذال مركو إله عافية أي كجذا واجب كنت قف كاس مركا إنه جذا واجب كنت وحاكلو أبنا أنت قف كمسافر كه قفك مسافر كإنو أفرو وأبنان تهي إنو أفرو وأبنان تهي كدي من وحا واجبك إقضال إنو كجذو أي أبنان قفك صومن قفك مسافر كأو سفر ككجرو إنو صوم ما في عن مس إنو أفرو رخصة قاطعة في عن وسؤال ماشي الله كينا علماء ذا أي كينان قالوا بمركز دينعي كل فتاة قالوا وحيدهن وحا في عن قفك إنو رخصة النبي قاطو ورغم دام رسولك أويري قفك مسافر وأبنان تهي إنو أفرو inu iska afuro u fiican qolo kale aanu waxay dhahayn maya bil ramadaan aan lagu jiray haduu awoodo oo san safar ahayn oo safar asoo xataa haduu awoodo dib uu ku ahayn ha soomo sheekh al-islam ibn taymiya wuxuu yiri waxaa loo celinaa qofka loo celina midna dadka qaar kood waxa jiro dib soonka dib uu ku yahay bisha ramadaan hadii afuraan waxa dibku inay gadaalka gudaan ah dibku ah qofkaas wuxuu yiri marka inuu soomo fiican inu san afur ma dam guditaanki hadalku aad u gadaalaga adkaanayso hadu asoo musaafir soo ma kar inu soo ma fiican
لكن ددك قار كود وحاو إله صومك وأفضل ذي سنيني خميسي صومان بلور بسدح مالموني كصومان مال صومك إله وأفضل ذي قف كاس مركز شيخ الإسلام وحو إلى مركو سومية هاي مركو مسافر يا إنو أفورا أيا أوفيان أيا أوفيان مركو قولة دالة بعد نوحا واي قولة رخصة لسيي أو عافمات أما لوسي سفر لوسي كواس وحي أوتهاي مرخص لهم أي أوتهاي وحا صو قلاي كواس صو قلاي كبدا أوركا له أما نوجينيسو نوجينيسو إذا نصدر قولة حديثا سومي كيرين حديثا سومي كيرين ويفريسا هدي صومي كرت وي صومي صوم كاو في عن لكن قبل هدي نوجيني اي ترى هو قالو هدي ان نوجيو عاني هو علم هو كدمان عاني هو غراين محل سمينا وحال لي وات صون قبل هدي نفته او بقدو اما عرورته عنقيد او بقدو وح فرق ما جرى ما وحبه ما جيران وحو ما جيران هدي قبل نفته او بقدو هدي نوجيني اي دي ما تكبقدو ام ودنه استاغو اما هدي عنقيد او بقدو عانك استاغو وح فرق ما جرت وح فرق ما جرت وافوريسا قدارهم بينك الجوديسا قبل أور كلا نسيدوا كلاوا هدي أور لي هذا هاي أي قدارك أفو أي سومي ويسو أما عنو جيدها أو بعض علاش كجرو أما إيدها إسو بقضو ونفس الحكم ويا فرق وجرو ولا كلا قاد قادة لكن وح فرق أور حياة بيراتي ما جرتو يو صوم كحرام كي هي مركة صوم كقف أن سومي كرين كيف قف كمسلم أصوئه وعاقله وقانجاره هدو او لو حاجر او صونك حرام كي انو صوم ان سومي كيرين وحاواي ولا بس ينفواي لا بدا سنه قبلها واي قبل مركو ديك عدد او جوغ مسومي كر حرامي كتا مسومي كرتو هدو نفاس كو جوغ مسومي كرت حرام كي قدال لما حيك سمين زي واجب يكوتا اني كي قد ما نسومي كرت حرام او وقتي قاس قدال اني كي قدني واجب اي كوتا اي واجب اي كوتا يا افوري كيرين مركا يي حرام كتا انا افر انت سو شيغنا وخي لا ريبو وحرام إني أفران وحي كتاي حرام أي كتاي أي كتاي مركا بش رمضان ولا ليال أن كد ذالنو أحكام تأن صوش يقنيني أن كفا إذي سنة آذاب رمضان بش الصوم آذاب تيذني أن كد ذالنا سديد داس أذب أن كد ذالنو وحيالها داتك أبناني هاسك حاران تمينين قف مالين وأفكي سووق الله لي إنو ويسيستور ربي ولغلق واي حتى لغلق ما يم لغلقنا يا حرام بيا كو ديدي انا مض مض سميست او افكا بيا كل لغلقت يا كو ديدي يا كو ديدي لانه وح مركي لا حارانت مينا لديداي وحالو باهي ادله ان لكينو قفكم مركو يرا وحان مس سمين كرت دوك يرا جيف مي دليل دليل اسي او اي ديدي انا سمايو دليل ما جرت او قفكو او ديدي انو لغلق بل نبي صلى الله عليه وسلم ابسيت كا كانو اكاسوغنا دي ولغلقن جري وونا سندار سنجري لكن سنك بياه كومو سن قد بي كيرين هدو قف كرابا إنو قميست إنو قميستو أو إنو بياه أو كود دباشت هدو رابا إنو كود دباشتو أيضاً هو أبرنانتها أيضاً هو أبرنانتها يا لغا حاران تمينين دتك وحو الله سبحانه وتعالى كحاران تمينين وحيالها مكروهاتك أما حرام كإهنة يا لسمينين بيش رمضان ولا ليال أن كفا إذي سنو بيش رمضان تراويح ذا أن كود ذالنا إنا تكنو تراويح ذا مساجد كي إنا كود تكتت ايا في عن وجماعه كنتك لان جماعه دي اجرك جماعه لا ايه ليس هذا اذن كي قالي كلام قري كنتك لكن يسن كداف دد وحاجه هبين كي شقي او قري امانا يا قال مثلا لبي تمام تراويح هبين كي لا سو بخ قري لا مساجد لا سو بخ قف كاس او قال محو سمين قريغا كنتك قريغا اي جوكتت كنتك صدح ركعتك لبات ركعتك كنت ركعتك كو بقول كو ركعتك انت تكون كرتك وحا او ير هل ركعه او ير بدنان تاني نمبر ملاهن ما يقرك عايا او في يعني ده علم الكوي طبعا لكن ما كبدين كرتا هوا كبدين كرتا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الهبي وهبين كل تكون والله والله واي هدواج بري الرباني وترتكو صلاة هم مركو وهبين كل تكذو جورما لا تكذو عشها مركي لقى بحو إلى صلاة الصبح أنت لقى جار وحير كلمة أنت قل حيسو وتكون كرتا وتكون كرتا صلاة داس أما تراويحكم مجعاو أما صلاة تهجدكم مجعاو أما قيام الليلكم مجعاو أما صلاة الليلكم مجعاو وحربتكم مجعاو صلاة ذهبينك بعد العشاء لا تكذو إلى صلاة صبح انت لقارن وصلاة آد وفضل بضن نبي صلى الله عليه وسلم وحكوش يجي أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة لا تكذو فرض كمركي لا يرهب كذب وحا أغفي عن صلاة ذهبينك لا تكذو صلاة ذهبينك لا تكذو صلاة العشاء إلى وحي أول حي صلاة صبح عشاء إلى صلاة الصبح وهبين صلاة الليل
إيه ده نفترك كذا ما دام ساعات بدن أي هين وقتي أوفي عن صلاة الليل وكذا وحأوفي عن صلاة الصبح مركي سور دواته هبين كسدح ميل هدي لو قيبي لبا ميل مركي بحضو حل ميل مركي كدي من تهي وقتي كسا أوفي عن صلاة إن لتكذا مركي صلاة هنا هل ود دالو صلاة الليل هل ود دالو هاي يسن كاتجن كنت لقل إنا كقيب قشيد من قام رمضان إيمانا واحتسابا إنا تكتت رمضان كهبين والبقات تكتت ساقيب قشيد دات كلودا بدافايا كنت لقل هبين كليلة القدر إني سن كنا فين ولا عليالو كنت لقل قف والبو سند والبا إسويدي سند والبا مركو رمضان سو قال وحو لي بشان رمضان ولا أركي دونا وحان سميه أو إيه أو قرآن كان رمينا قيام الليل أستاذ صدقا بحسن وحيالا بضان أيو الربا إنو سمي أو سنة كرؤوس سمينين وكبحا أسو وح سمينين إنت أسو رمضان أسو بلان قادئنا وحيالا في عن سميني سيد بقول كي بس أقاشا وحالا قيابا إن هذا سمينا سببتا محيطا بلان أم هذا سمي سنة قفك بلان إنو سمي سنة لبها قرآن كان ربا إنا رمي قرآن كان وحان ربا إنا أقريو بشهر رمضان سد حمر جدول أو قؤن أسمي جدول قوان وصمي وحات إلى صلاة الصبح مركان كسب حل ساعة قرآن كاسين سد حج سؤال آخرين كره حل ساعة هل كاسع صلاة الصبح قرآن كما وح كلام الله وقت جسم سو كي كتو حالة عصر كمركي لا تكذو إلى مغرب انت لجارين وح أقرنا وحل ساعة كقاعدنا أن تكنا وقت جس وقت أفر يا سميني سد ظهر كمركان تكذو أي أقرنا ظهر وقت جس وهرد سع عشة مركي لا تكذو المهم 24 hours كاس لبعتني أفر تاسع عضو ساعة جشو والله عليا لو سو إلهي إذن كم من بدنا ساعات سينو أو حل ما لنفتنا أنس إنه قرآن كي إلهي أن أقرنه سو قرآن كنا جمع مدنه هذا كي إلهي سو نجمع مدن هذا وقت ويسد أو مال والبقي كاسو حر حرمان شن تصلى ضد أتو كنيسد صلاة والب أفر ورقة كلية أقري هدي كوجو أتكات أفر ورقة لبا ورقة بس أقري أو أفر صفحة لبا ورقة ضد لبا ورقة صلاة الصبح تكتي أم أنت اللي تكن لبا ورقة أقري أقبيت كان أقري بيت كان أقري جدي بيت كان أقري بيت كان أقري جدي هذا شن تصلى ساسكو أقري ست هل جوس ساسكو أقري ستة قفكو حلو بهاي بلان إنه سميستو والبل رمضان تندم والله تنا أوجين إن جاري نصوص صعته أنا أوجين تنكسي دم بيسا مجاري دونا مثل مجاري إنه تاس الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم إذا وحلو بهاي بشهر رمضان إن كفى إدي سنه إن سيته أجفى إدي سنه أحكى وحيالها لا جفى إدي سن كرا محاوي وصوم كأوجه الرأي حل ما لني سن كاتجن عذر الآن لابو قرآن كحل ما لين بشهر رمضان يبيحنا أذوس قرآن أقرين قرآن أقرين حل ما لي كاتج ذو قرآن أقرين سدح صدق يسو حل ما لين بشهر رمضان يسن كل دافن أذو صدق يسن حتى قف ويرو أفرسي حل ما لين حل دولار مالي والبصدق يسو طبعا دولار مالي والبصدق يسو مالي والبصدق الآن يسن كاتجن تن أفراد هبين والبو صلاة الآن يسن كاتجن صلاة تراويح صلاة تهجد صلاة الليل هل هبين يسن كل دافن أذو صلاة تكلم تنشن أدلو بهاي وحاوي مالي والب ذكرك كد ذال انت وضد السعوتي انت قبل جي كذا كنت انت أفرك كرين يسد انت آمصنا لهيد أما هيسكو مشغول لهيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بس لك هذا جرجرني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده جرجره هذا وجه كذا دقني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ده مركا مساجد كو سو سعود سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم صلى يس بضيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بضيع لا اله الا الله وحده لا شريك له بضيع عربك يا حقق وينا بشهر رمضان تو برقاضو او كسو بحد مركا كسو بحد adigo waxa soo baxaysa energy badan haysid adigo dambigaaga la soo dhaafay adigo qof cusub oo jadwal soo sameeyay jadwal sodon maalmood markaas soo sameeyay waxa soo baxaysa adigo si fiican oo la qabsatay ayaa soo baxaysa ay soo baxaysa intaas arin aan soo sheegney qof walba ha ku dadaalo ha soomo tan todobaad ama lixaad waxa way salaadaha sunnooyinka ku dadaal labada ragco salaad fiiri labada ragco salaada subax ka horreysa fiiriya النبي صلى الله عليه وسلم محوير لا بذرك على صلاة صبح كهر الرئيس خير من الدنيا وما فيها الدنيا ذا هي وحصارا دم ويك خير بنت ولا والله برك عو سبحان الله والله لا بدك حتى كما قاد نيس سورة ركعة كوبا نقول يا أيها الكافرون كأغر ركعة لا تقول هو الله كأغر والله برك آدو قابا الدون كي وحصارا دم أيك قيمة بدنته
ركعه وتر قال توكناي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وتر يحب الوتر الله هو وتر وتر كان وجي عليه رسول يقول قف كي توكدا افر ركعه صلاه عصر كهر الله ان حريسته الله ان حريسته او دعوه وهي النبي صلى الله عليه وسلم كو دعوينه اما اله ان حريسته قف كي توكدا افر ركعه صلاه عصر كهر قف كي توكدا افر ركعه صلاه الظهر كهر اما افر صلاه افر اي افر صلاه الظهر كدب naarta korkiisa laga ilaalina marka qof walba waxaan dhihi lahaa salaadaha sunnooyinka aad ugu dadaalaysan noqoto 12 raqacado waa sunanta waxa waa sunna muakkada wa sunna gheer muakkada sunnooyinka muakkada waxa kamid 12 gaas raqac kamid ah oo eh 2 raqac salaada subax ka horayso 4 raqac salaad duhur ka horayso iyo 2 raqac salaad duhur ka dambeeyso waa 8 2 raqac salaad maghrib ka dambeeyso waa 10 2 raqac salaad isha ka dambeeyso waa 12 بل نبي صلى الله عليه وسلم وحونو شيء لبي إتو من كاس قفكي كده ذاله أو تكد مالين والبقفكي تكد جوري أي جنة الله أقول لسا في رمك مركفة إذا ده هي ليست وحاكلو كده ذا شيء بشر رمضان صلاة الضحى إنها تكتي رسول صلى الله عليه وسلم وحونو مالين والبقف كستو مسلم كركيس حبين كستو كركيس لاب ميسو فرتن كلي سدح على جربا حبين كستو لاب ميسو وحال جربا صدق على جربا وسدح بقول إيه سمتن حبنا كوجرت ابن آدم كوجرت سدح بقول إيه سديتن دولار أما كنتن دولار ما صدق قيس كرت مايا لا برك عو أياك كافي نيسو وصلاة الضحى تكتب أياك كافي نيسو حتى بقول عليه أن كود ذالنا بشهر رمضان أعماش وناكسن أن كود ذالنا وبل شيطان كي ولا جاحري شيطان كي ويناي وكل باي ولا جاحري ونفط هذا إيه عرور يرير إهواي وبناك إسكجوجان labadaasna qofka waxa loo baahan yahay inuu iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay qofka markuu caziima yeesto go'aan qofka markuu qaato uu rabo inuu sameeyo uu sameyn kara marka walaal ramadaan kan waxaan rabaa idinku aan naftayteena inuu ka duwanaado ramadaanadkii hore la gaala soo dhaafay inuu totally ka duwanaado uu noqdo ramadaan ramadaanka hore ka duwan inuu noqdo oo eh ramadaan kan waxa aaga baxda adigoo soonti dambigaaga la dhaafay قرآن كإلهي أخرسي ليلة القدر لجودا بدافي كون كي بلوت عمل كاسابين كدن عصميسيت أو صلاة أو صونة أو صدقة أو ذكر أو قرآن أعماش هابين كاسميسينة كاقفي عن كون بلوت وحلو أو الوس من سديت إن سد حسن إيه أفر بلوت أما لح بلوت كبض إن هي ليست أنت أس رمضان كولا لها ناقد ونادر رمضان كهرة هناقد ونادو إلهي سبحانه وتعالى وحاوي دي سنة دنبيين إكينا إنو ضافو لكن رمضان كان هلو ود ذلك إن شاء الله تعالى هل لقفة إذي استو رمضان كإنو صون نقونا يمنا قانا كان دم إنا قارين إنك على الله سبحانه وتعالى أوك مركا أن كد ذلك ولا على بشر رمضان إنا كفا إذي سنو جزاكم الله خيرا إله سبحانه وتعالى وحاوي دي سنو إنو نقاسي بشر رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان إلهي بشر رمضان نقارسي وحانا نقلك تعددك كفا إذي سنة إله نقلك وحاحون بشر رمضان قفك إنو قارو oo ka faa'iideysa waayo qofkaasna waxaa ku dhacay inkaartii nabiga sallallahu alayhi wa sallam inkaartii jibriil uu inkaaray oo nabigana aamiin u yiri rasuul sallallahu alayhi wa sallam maali maalmaha kamida asoo minbarkiisa koraayo saddex jaran jar ayuu rasuulku wuxuu yiri aamiin 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 ayuu yiri saxaabada markuu salaada khutbada dhameeyay wuxuu yiri ya rasuulallah waxaadan hore sameyn jiray ayaa sameysay markaasuu yiri maxay tahay markaasuu wuxuu ku dhahay aamiin aamiina tiri markaasuu yiri ha jibriil ii yimid oo fiiri walaalayaal جبريل إيمت وحو إيغيري وحو إيغيري قفكي بشهر رمضان جارو أولودن بدافي واي نارت الله كفو لا حول ولا قوة إلا بالله آمين ده النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين أيويري نبي آمين أيويري إذا النبي صلى الله عليه وسلم آمين أيويري سببت أيرينا وحيتها بشهر رمضان أنت مر أنت حديث عن صوشي اللي سودن بدافي قفكي صوم قفكي قي أو هبين كسرت كذا قفكي قيام الليل وإستاج ليلة القدر أكو جرتو هبين والبيله دادو نارتك حرية هبين والبددالو أنت وح كجرت أنت تدوه فائدي سواء قفك سولي اسم فائدي سنة ولي اسم فائدي سنة قفك يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مقلي أو كسلي وايني مقع على مقلي محمد أو كسلي وين نارت الله كفوجي نبي محمد ونوك يعني خير كنوش يعني هذا كسلي وينين قفك فائدة ملعن نبي مقع اسمه كان مقش وحلو به صلى الله عليه وسلم أما اللهم صل على محمد إنه تراهن تنسى حاد ورسولك صلى الله عليه وسلم آمين تؤيرن وحيتها وقفك والدين تيسا متكمتة أما الله بضو ذكاري وجنة كوكيلي واي نارت الله كفر وي آمين أنا قمرك وحان أقبها هنا غيبتا ما أنت وحيتها قفك بشر رمضان قاري
لو ذنبي دافي واي نارت الله كفوقي ايو النبي و حديثنا و شيغي و انا امين كويري marka kooxdaas ma rabna inaan ka mid noqono waxaan rabnaa inaan ka mid noqono dadka loo dambi dhaafayo naarta laga xoreynayo laylatul qadr ilaahay ha na waafajiyo dambigeena allah dhaafo barakallahu fiikum jazakum allah khayran wa intaas wa insha allah taala ajirki ilaahay idin xifdiyo الله يحفظكم سيدك لكم آمين جزاكم الله خير بارك الله فيكم أي آمين. جزاكم الله خير إيدكم سيدك الله إلهي دين حفظي بارك الله فيكم جودي قد إلهي دين بركي أنت كما يشكو جرنا كل دين بقد الله دعفا قف كستو ظروف هاي ظروف تيس وحوق وجعل الله سبحانه وتعالى وخيرها وفضو ذي بارك الله فيكم هاي آمين والله بارك الله فيك السلام عليكم. جزاكم الله خير والله ليال إلهي سبحانه وتعالى إن دين حفظيو مركا عشر كلمات إنتا سوكو إيجي هاي قد بدنا سؤالها سو قرتي و بشهر رمضان قرمي سوقي ليس الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان وحالك يا بإني نقطة لباتن إتطبط إني نقطة لك ومال سبتي إلهي سبحانه وتعالى أي أك بشهر رمضان وقت يسوق ليس لكن وحالك يا بإني نقطة لباتن إتطبط أما كهرب إن شاء الله تعالى مركو ودن بيسو وأطلبي لباتن كسبتي هبينك سبتي يسوق لإني نقطة لك جمعة إني نقطة ومعقول ولا غيابة إن شاء الله صوم قال لي ولي بشر مصومي كرا صوم قال له ديلو قف البصوم قال لي ولي وحلو بها يا انو صوم انت بش شعب انت بش رمضان لقارن والدين لولي وتيك على انت لقارن وحلو بها يا قفك انو صوم اي لو بها هي سببتها وحيتها هي بشاس وحا هي ستكو يتون بلو ذا الوسير رمضانك الى رمضانك كرو كان كلا انتو سوغل انا قدد عائشة رضي الله عنها وحي تيري وحا صونكي لغول لها رمضانك وحا نقلين جيري شعبان نقلين جيري يعني بش شعبان قفك وو قلين كرا ومركي صونكي لغولي هدو كهر قلي وافي عانتا هدو سن قلين انتا بش رمضان لقارن انو قليو ايا لاقا باهاي هاي ايا لاقا باهاي هاي تم تي هور راسنت شيخ وحالي اف مسومي كرتي بشي شعبان بشي شعبان وشن تومان كذا مركي لسو غارو حديثا كوسو اورت نهي نيسو صوابت لو شي دكي لكن هوري اسو سومي جير مثلا سنين خميس دا سومي جرت وصومي كرتا الى رمضان كلا غارو حديث سومي جرت مال داف او سومي جرت وصومي كرتا الى رمضان كلا غارو حدي قلل لو ليه وصومي كرتا وحالو باهي لكن ولما ذا وحي دهن وحار ورسول صلى الله عليه وسلم حديث كودي معني سو وحي تاي صوم كو قف كان هرو صوم جيرين شان 17 كده مركي لا غارو انو يرا هو صوم او غو انصدو ايا لو باهي اي تاس واتن لديدايو سند والبشيخ وحاني يستا قرآن كإنان سدح مر دميه أما شمر دميه سند كأوف يعني نحل مر دميه محاسم إياه wa tan hadda ka sheekeynayna walaalayaal oo eh qofka balaan hadda marka wala sameeyo saddex mar aan dhameeyay tiri afa ku tiri sooma waxa loo bay maxa se rabtaa inaa u dhameysid saddex mar aan rabtaa inaa dhameysid tirtaa inaa u dhameysid goor ma rabtaa inaa aqrisid jadwalkiisa si diyaarso sala mahal mar ma rabtaa inaa u aqris misna kala guujida rabtaa jadwalka ramadaanka ku aqri lehed si diyaarso waxa tiri okay saacadaas waqtiga laba iyo toban markii inta sa aqrina markii waqtigaad intaas aakhirna waqtiga saa soo qalo inaad jadwalka sameysid hadaa jadwalka sameysid oo ku amal fashid insha Allah ta'ala hadaa shan mar niisid waxa laga ogolaa saddex mar inaad dhameysid waa laga yaabaa laakiin qof walba balaan haasi sameysto jadwal haasi sameysto waa taan ka soo sheegana sideen bisha ramadaan u soo dhaweynaa waxyaalaha lagu soo dhaweeyo waxaa ka mid ah qofka inuu jadwal si sameysto oo ku amal falaayo jadwal bisha ramadaan ay leedahay inuu sameysto qof walba ha ku sii talagalo. Kusita lagaa.
يسوى الدعوة قف والبورت الدعاء ذو مهم وقف والدعاء ذو مسلمين تو يسوى الدعوة كران وقف قف مسلم كي يسوى الدعوة دي كران لكن وحاله بهاي قف كمسلم كي إنه أسيج الدعاء دي سا حوك الصهارة إنه الدعوة يستو أياله بهاي هي أما يجيب المضطر إذا دعاه إلهي سبحانه وتعالى لغة إنجليش كأف سوما أفكار تكوي دي سنكرتا أو ترجمان أم بهني لغة أرتيلا كوي دي سنكرتا أديك سأوح دريمي سقفك كلكو دعينا أم دريمة كو أم دريمة حنوك أديك دريمي سيدنا كو أم دريمة إذا وحلو بهاي أديك إلهي كعم كورينا أو تاجتيد ويديسو إلهي يو وحسن كهربا كله وحسن كهربا كله دعاء ما كأديك كنت ذال إن دعوستيد لكن وحاج عشي ذو خير الله سبحانه وتعالى كوفو ذي إلهي سبحانه وتعالى عن كوي دينا خير كجعش كوفو كوفو ذي إن شاء الله تعالى أنت سمكسو قبل جبيننا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا إلهي سبحانه وتعالى وحويدنا الدنب جينا إنو ضافو دنب جوار الدين تينا إنو ضافو بشهر رمضان نجارسيو اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان إلهي ونجارسي بشهر رمضان إلهي وبشهر رمضان نجارسي تذكر كفائي استن إله نجارك إله بشهر رمضان نجارسي تذكر كفائي استن نجارك إله بشهر رمضان صوم كيسة هي صلاة ديسة هي قرآن كيسة نوافجي إله بشهر رمضان صوم كيسة هي صلاة ديسة هي قرآن كيسة نوافجي إله يدعو دعوتنا أقبل إله ذنبينا داف وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.